اليوم شجعتونا يعني كي كان كي حبستوا لامبورطاسيون تاع الباتري. لا سي احنا باش نصحح لك معلومه. الانتاج تاعنا راه يتجاوز احتياجاتنا. احنا ما نقدرش نحبسوا الاستيراد اذا ما فيش تغطيه للحاجيات الوطنيه. لان كاين بعض ريزو دو مافيا تاع لامبورطاسيون اللي كانوا يجريوا باش انهم يكسروا الذكري باش ما يطبقش. اليوم نفس الشيء بالنسبه للقهوه. القهوه اللي مخدينا ذكري باللي الدوله تعوض فارق السعر. الجزائري لازم يشرب القهوه روبوستا ب 100,000 والباكي تاع القهوه تاع 250 غرام ب 250 دينار والكيلو تاع القهوه ارابيكا ب 1250 دينار لان الجزائريين في توجه انهم كاين الكثير من الجزائريين اللي يستوردوا او اللي يستهلكوا القهوه الخضراء. مع سيدي يوم جلال الدين نحال نحلة نونسين مختص في انتاج العسل الحر ومشتقات العسل الحر، عندنا خلطات من مختلف الانواع منها متزوجين قوة ضاربة فقر الدم الى اخره. احنا منتجين محليين من حليب البقرة 100%، احنا متخصصين في انتاج الاجبان المضغوطة. احنا متواجدين في هذا الصالون من اجل يعني نسوقوا المنتوج نتاعنا، نذوقوا الناس باش يعطيونا رايهم. نحاولوا نوجدوا نوفروا منتوجات للفئات اللي محرومه كساسوا ما ياكلوش الجلوتين ولا ما ياكلوا سون سكر ولا احنا هنا باش نخدموا لهم دي برودوي نوفروا لهم ان شاء الله. هنا الصالون هذا باش نزيدوا نعرضوا المنتوج نتاعنا كاين ممكن الناس اللي ما يعرفوهاش. وهنا جينا رانا في تحسن مليح، رانا في تحسن برب ان شاء الله، رانا ننافسوا في المنتوج الاجنبي. السيارة الميدانية لولاية الطارف التي قادت السيد مراد العجل الرئيس المدير العام لسونال غاز أفصح من خلالها في لقائه بالأسرة الإعلامية أن بلديات الولاية 24 بلدية تستفيد من غلاف مالي قدره 2100 مليار سنتيم لتغطية المشاريع التنموية لقطاعه على أفاق سنة 2030. هذا كما ذكر أن الجزائر ستكون بلد مصدر للطاقة باتجاه أوروبا، كما كانت له وقفة لتدشين ووضع حيز الخدمة للعديد من المنشآت التي من شأنها رفع معدل الطاقة إلى 500 أنفيا. كما لاحظتم 100% من التعهدات أنجزت، وكان عندها يعني أثر على تموين الساكنة بالكهرباء والغاز. فيما يخص الأرقام، بعض الأرقام في ولاية الطرف وبعض الأرقام على المستوى الوطني، نسبة التغطية بالكهرباء تعدت 99%، وهذا يعني معدل جد مرتفع يعني في العالم وليس في إفريقيا فقط، احنا من الأوائل على مستوى العالم. أما فيما يخص نسبة التغطية بالغاز فهي تعدت على المستوى الوطني 70%. في ولاية الطارف نسبة التغطية تعدت 98%، هي نسبة جد مرتفعة، ونسبة التغطية 75%. بإنجاز البرامج المسطرة والتي خصصت لها الدولة الجزائرية غلاف مالي كبير وهو ب 21 مليار دينار جزائري على آفاق 2030-2035، نسبة كمية الكهرباء في ولاية الطارف ستتعدى 1000 أنفيا. اليوم رانا في منطقة الصناعية المطروحة، طلب وأمرنا من طرف السلطات العليا للبلاد بتزويدها بالكهرباء والغاز، ومن هذا المنبر ننادي كل المستثمرين اللي استفادوا من قطاع أرضية بهذه المنطقة أنهم ينطلقوا في الأشغال تاعهم لهناك، هناك طاقة كبيرة تنتظر الاستهلاك. أما فيما يخص ربط المستثمرات الفلاحية، يعني 100% من البرنامج المسطر في ولاية الطرف أنجزة، وإن شاء الله اليوم نمضينا اتفاقية في شهر جويلية مع شركاء أجنبيين لتزويد أوروبا بالطاقة الكهربائية. إن شاء الله اليوم راي في طور الدراسة على أن تتم يعني إكمال هذه الدراسة في أقرب الأجال. مواصلة الجهود الرامية لمحاربة جريمة المنظمة بشتى أنواعها، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلد عمار من تفكيك شبكة إجرامية تختص في تهريب ونقل المخدرات، حيث مكنت هذه العملية من توقيف شخص يبلغ من العمر 45 سنة وحجز كمية من المخدرات قدرت ب 3.960 كيلوغرام
مع حجز المركبة المستعملة في الجريمة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الشخص الموقوف أمام النيابة المختصة إقليميا. وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببريكة تواصل جهودها في محاربة الجريمة بشتى أنواعها، كما عالجت عدة قضايا مماثلة في هذا الشأن. في إطار العملية النوعية، اطاحت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة لمصالح الولائية للشرطة القضائية بأم ولاية الواد بحر أسبوع الفارق شبكة إجرامية منظمة مختصة في التسريب الدولي للمركبات متكونة من 11 شخص. أين تمكنت العملية من استرجاع 17 مركبة محل التهريب وضبط استرجاع سلاح ناري من الشف الخامس ومبلغ مالي ما يفوق 4 ملايين سنتيم، وبالإضافة إلى أوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية من قيمة 100 دينار تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الواد. بالبويرة وبالتنسيق مع مديرية التربية وفي إطار الوقاية من مختلف الأخطار، نظمت الحماية المدنية يوما دراسيا تحت عنوان الوقاية من المخاطر من أجل مجتمع مجابه للكوارث. المبادرة تعتبر الأولى من نوعها، حضرها عدد كبير من أساتذة الطور الابتدائي الذين ثمنوا المبادرة واستحسنوها. هذه الاستراتيجية سطرناها هذه السنة باش نطبقوها في الولاية من أجل يعني التقليل من حول من مخلفات المخاطر الكبرى أو المخاطر اليومية، بحيث ركزنا على المعلومة الوقائية التي يجب أن يعني يعطيها الأستاذ للتلميذ في الطور الابتدائي. كما تعلمون التلاميذ متوسط العمر تاعهم بين 6 سنوات و 11 سنة، عندنا هدف يعني على المدى يعني المباشر واللي هو المعلومة الوقائية، يعني كيفية التصرف قبل أثناء وبعد يعني حدوث أي خطر وكيفية يعني حماية نفسه. شرفنا اليوم نستقبل الحماية المدنية باش نديروا حملة تحسيسية للأساتذة حول مخاطر الشتاء وكيفية المجابهة لهذه المخاطر، سواء الزلازل ولا الغاز ولا الفيضانات. المعلومة نوصلوها للأستاذ والأستاذ يوصلها للتلميذ والتلميذ يديها للعائلة والده. كاين نقص الوعي شوية، الحمد لله كاين وسائل كثيرة ما شاء الله الحمد لله. جاو هنايا داروا لا جورني هذه تاع عملية تحسيسية توعوية كشغل يوم تكويني للأساتذة في هذا المجال باش يتعرفوا الإجراءات ولي كوندويت ا تانيير في مثل هذه الظروف.